سبحانك الله. ما حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن؟ وهل ورد في ذلك وعيد؟ ورد إيش؟ وعيد. أخذ الأجرة على قراءة القرآن حرام. يعني إنسان بيجلس يقول بقرأ لكم بأجرة، هذا محرم ولا ثواب له. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس به، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا، والمهر عوض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الأجرة على القراءة على المريض، كما في قصة السرية الذين نزلوا ضيوفا على قوم من العرب، فأبى هؤلاء القوم أن يضيفوه، فتنحوا ناحية، فسلط الله على رئيسهم عقربا فلدغته، وأتوا إلى الصحابة قالوا: هل فيكم أحد يقرأ؟ قال: نعم. قالوا: نعم، لكن لا نقرأ لكم إلا بشيء. فأعطوهم قطيع من الغنم فقرأ عليه القارئ بسورة الفاتحة، فقام اللديق كأنما نشط من يقظة، وأخذوا الغنم وأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خذوا واضربوا لي معكم بسهم.